أم إيمان من الدار البيضاء. ألو. ألو سناء. أهلا ملكة، لاباس؟ كبيرة، لاباس عليك. الله يبارك فيك، الحمد لله، بارك الله فيك، مرحبا. تحية عليك والطاقم. لا لا خطيك، شكرا لك بزاف، مرحبا بسلامك. واللي كيتصلوا بيا واللي جربوا داكشي اللي عطيت، أييه كنشكرهم بزاف بزاف. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك. صديقة ديال واتساب كامل. أييه. أنا طلبوا مني شي سيد قال لك بغاو شي وكالة سريعة. تحضر لي شي حاجة. أنا وجدت الهبرة ديال الدجاج في البوكوط وجلبانة، جات رائعة وزوينة. واخا. المهم غادي نعطيها لهم. أول حاجة كناخذوا ديك الهبرة ديال الدجاج. علاش كنقطبان؟ أييه. أول حاجة كنرقدوها في سكنجبير طري. كنجيبو سكنجبير طري كنحكوه وكنخليو فيها شوية، واللي ما عندها سكنجبير طري دير العادي. صافي كنخليوها ترتاح شوية ونغسلوها. نغسلوها ونخليوها في الكاسة كتقطر. من الماء ديالها. حيت هو كيطلق الماء. كناخد الكوكوط ديالنا كنديرو فيها الزيت. والملحة والبزار سكنجبير والثومة. وشوية ديال التحميرة وخرقوم عود. وكنديروا الضامه ديال الزعفران. واخا. اللي ما عندهاش الضامه ديال اللي عندها الحر دير، واللي ما عندهاش الضامه ديال الزعفران. انا درته بها جات زوينه. المهم كنخلطوا هاد الزويته مع هاد العطريه كامله، وكنلوحوا ديك الهبره ديال الدجاج فيها. وكنجيبوا بصله وحده غير صغيره. ما نكثرش البصله باش ما يطلقش لينا الماء. كنشلضوا رقيق وكنلوحوا عليهم. كنخلطوا مكونات مزيان، وكنجيبوا الجلبانه ديالنا كنخويهم من الفوق فوق من هذا الخليط. ما نحركوش مازال. كنخوي غير الجلبانه صافي نخليوها. وكنزيدوا شويه ديال المصير من الفوق وداك الزيت الرقيق. صافي نشدوا الكوكوط ديالنا على المال. واخا. كطيب لينا كنحلو، الا تلقات لينا الماء نحيدوا الغطاء ونخليوها حتى كتشرب. كتبقى لينا غير ديك الزويته وديك الجلبانه. صافي كنقدموها مع شويه الشلاضه ولا الرز، كتجي زوينه ودغيا كتوجد. اييه. انا وكله سريعه ودابا وقت الجلبانه كيبغيو الوليدات. يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. يعطيك داك